مشاهدينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في نقل فعاليات كرنفال ليبيا التراثي في يومه الثاني على التوالي. بكاميرا محمد الشيخي سوف نكون معكم في جولة موسعة داخل هذا الكرنفال لنقل الفعاليات وآراء المشاركين في اليوم الثاني على التوالي، فخليكم في المتابعة. اليوم تاريخ 7 نوفمبر انطلق اليوم الأول الافتتاحي لكرنفال ليبيا التراثي بمنطقة جردينة. منطقة جردينة تبع 43 كيلومتر على مدينة بنغازي، هذه المنطقة التي كانت معروفة بخضارها. اليوم زي ما شفنا حضور الأصالة والتاريخ وحضور وتمثيل وتجسيد الشيء اللي نحن نبحث عنه، وهو إبقاء وتغريس الشيء المفهوم على التراث الليبي فيما يخص موضوع الفروسية والهجن والصقور. تاريخ اليوم 7 نوفمبر يوم الخميس هو حضور لعدد كبير من المشاركين من مناطق، من طرابلس، من مصراتة، من شويرف، من جفرة، من بنغازي، من القبة، من طبرق، من جدابية، ليشاركوا في هذا الكرنفال وهذا العرس الجماعي تحت دعم ورعاية قيادتنا عن طريق الفريق صدام حفتر. اليوم في منطقة جردينة تواجد عرس جماعي، يعني بمعنى بنقوله نحن بالمصطلح الليبي الدارج، فرحة عمت قلوب الجميع بصراحة. حضور الزي العربي الأصيل، الرقصات الفلكلورية، الكلمات والشعر والتعبير على موروث لا زال وسيبقى هذا الموروث متأثر ومتجدر بالهوية والتاريخ الليبي. في منطقة جردينة اليوم بحضور عدد من الوفود الأجنبية والبعثات الدبلوماسية والقادة والأمنيين، احتفينا بهم جميعا، بدينا الانطلاق من الساعة حوالي 7 صباحا، أنهينا هذا البرنامج والسباق الأول لفئة الصقر الحر ولفئة الشاهين. بكرة حيكون عندنا مسابقة اللي هو الشوط الثالث يسموه فيه لفئة الجير. العدد المشاركين حوالي 100 مشارك. المشاركة طبعا تمت عن طريق رابط حول عن طريق الهيئة الليبية لصيد البري والرماية، عن طريق المهندس رافع محمد مرجع العريبي. انطلقت هذه الهيئة لرعاية فيما يخص مفهوم اللي هو الصقور الحرة ومفهوم المحميات والاهتمام بها، وكذلك ترتيب وإعداد لسباقات الرماية، وكذلك في مخصوص بطولات الصقور الحرة اللي كانت هذه تعتبر النسخة الأولى، يعني أول مرة احنا نمارسه في هذه الرياضة عادة كهواية، ولكن الآن أصبحت لها منافسة بمعايير دولية وبمواصفات و بلجان تحكيم، وأيضا حضرت فيها نوع من التكنولوجيا الرقمية عن طريق الليزرز والحساسات الخاصة بانطلاق اليوم. كان السباق عبارة عن قياس سرعة الطير من 0 إلى 200، تبدأ من النقطة 0 الانطلاق وتنتهي إلى نقطة 200، ويكون هناك ملواح وسجار يمتلك هذا الطير، نوع من الطيور الجارحة. حيكون في جوائز للمشاركين وشهادات تكريم لباقي المشاركين كذلك الفائزين بالترتيب الأولى. حضرنا افتتاحية جميلة جدا بحضور هم الأطفال ومتلازمة داون في منطقة جردينة، كانوا هم الرعاة وهم اللي افتتحوا هذا الحفل أو المحفل والعرس الجماعي في منطقة جردينة. نشكر صراحة قيادتنا على دعمها، وأن هذا المكان كان يعني صحراء في مدة 25 يوم أصبح يعج بثلاث منصات فاخرة وبخيم للأعيان وخيم فاخرة للمتسابقين والمشاركين والاهتمام بهم ودعمهم. فنشكركم صراحة قناة المسار على تغطيتكم وحضوركم، ومش غريب عليكم باسمي وباسم الهيئة الليبية لصيد البري والرماية وباسم لجنة التحضيرية لكرنفال ليبيا التراثي. المشاركة اليوم كانت مشاركة جيدة جدا، نشكر اللجنة القائمة على الكرنفال من قيادة العامة ومن فريق صدام واللجنة القائمة على الكرنفال، يعني كان فوق من توقعاتنا، يعني ما كناش نحن في يوم ما في ليبيا يكون عندنا مسابقات بالشكل هذا، يعني إنجاز يشكروا عليه يعني فعلا، مشكورين على التنظيم وحفاوة الاستقبال، وكان شامل كل جموع ليبيا من كل مناطق ليبيا كان جاي يشاركوا في الكرنفال، وإن شاء الله القادم أفضل. في شوي أخطاء لكن كإنجاز عظيم جدا. جينا اليوم شاركنا مع الأخوة في المنطقة الشرقية في الحدث العظيم اللي أول مرة يعني في ليبيا، ونشكر اللجنة المنظمة على مجهوداتها. احنا اليوم والله ولله الحمد فضل قيادتنا الحكيمة ودعم سيادة المشير ودعم فريق صدام، اليوم محتفلين
بالمهرجان الأول اللي يصير على مستوى العالم كمهرجان مهرجان كرنفال الطيور جارحة. نسأل الله أن يوفق المتسابقين كلهم اللي من جميع أنحاء ليبيا. قابلوني اليوم الله يبارك شيء من ورشفانا، شيء من طبرق، شيء من بنغال، ما فيش حد يعني من أقصاها شرقها، من شيء من طبرق، شيء من ورشفانا قابلوني يعني الصيد الشخصي. نسأل الله أن يحفظهم ويبارك فيهم. نحن نتمنى أن يكون عندنا كيف مسابقات هذه ديما. نحن عاجزين على شكر القيادة العامة على 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 الأمان وعلى عمار الله يبارك، وعلي والله احنا كمواطنين يعني انا مش مشارك، لكن جاي المهرجان تفاجأت بال يعني بالكبر هذا كله الله يبارك، بالمشاركين بعدد المشاركين يعني حتى بعدد المشاركين اليوم ما كملوش يعني ندل شيء دل الامن والامان والعمار والمسابقات. ان شاء الله ان شاء الله ديما افراح وان شاء الله ديما زهاء وان شاء الله ديما في العلالي. ان شاء الله يحفظك ويبارك فيكم وديما طيبين ويستمتعكم فيك. نشكر سيدنا صدام خليفة حفتر لأنه أجعل لنا هذا المهرجان الجميل جدا، وأن نشكر أهل برقة وأهل بنغازي وأهل كفرة وأهل تزربو. اليوم في كرنفال ليبيا بنغازي 2024 تشارك رابطة أحفاد المرابط سيدي جابر بن علي الشمس في تجربة جديدة في مدينة بنغازي في مهرجان ليبيا التراثي. شاركنا في سباق الهجن فتحصلنا على المركز الثاني عشر في الجولة الأولى والمركز السابع عشر في الجولة الثانية. شاركت معنا مجموعة من الجمعيات الخيرية لعرض المقتنيات التراثية لتبين حياة الناس في بلدية القطرون. في هذا المهرجان رأينا كل الأندية التي جاءت للمنافسة، رأينا المؤسسات الخيرية والمنظمات المجتمعية تعرض المقتنيات التراثية لكل مدينة وكل قرية لتجسد واقع الأخوة بين كل الليبيين في الشرق والغرب والشمال والجنوب والوسط. شكرا لكل الجهات المانحة والداعمة لنجاح هذا الكرنفال. ونتمنى طبعا المهرجانات هذه تستمر أكثر من مرة، وطبعا نحاول نجسد أو نوصل التراث الغدامسي في هذا الكرنفال اللي هو نعتبر أكثر من رائع كتنظيم ما شاء الله. الصناعات التقليدية الموجودة قدامنا هي كلها صناعات غدامسية يعني بالغالب، ونحاول نوصله الموروث الغدامسي والتراث الغدامسي لهنا في الشرق في ليبيا الحبيبة. وزي ما تشوف يعني التنوع الصناعات التقليدية الغدامس خصوصا تمتاز بها غدامس مثل الجلديات اللي عندها تاريخ معروف غدامس، وغدامس يعني معروفة في السياحة في ليبيا. غدامس طبعا تعتبر كمدينة سياحية تعتبر ثالث أقدم مدينة في العالم سياحيا، يعني هذا يعطيها يعني اسم يعني عنده معنى في السياحة. بالإضافة للصناعة التقليدية عندنا مثل تشتهر غدامس بالصناعات الجلدية بصفة خاصة البلغة سواء رجالية أو نسائية. عندنا الأزياء الغدامسية اللي شفتوها المعروضة حتى هي هذا الزي الغدامسي الرجالي، بالإضافة إلى عندنا المروحة والطباق الغدامسية اللي هي تمتاز بالألوان هي الغدامسية. إيه هذا يستعمل طبعا عندنا مسميات واستعمالات كل طبق وشن يستعمل وشن المسمى متاعه في جميع أنحاء ليبيا أو كان داخل ليبيا أو خارج. ككرنفال ليبيا أول مشارك، كأنا عن نفسي نحكي عن نفسي جمع محمد أنور، يعني أول مرة نحضر حدث كيف هالحدث في ليبيا على مستوى ليبيا يعني. فالحق يعني عجبت به البرنامج والتراث، يعني ما فيش حاجة برا ليبيا اللي في ليبيا فيها هنا في الثراث في الكرنفال يلي في ليبيا، ومن الأصول الليبية كلهم قاعدين هنا تقريبا جميع اللغات بجميع المكونات بجميع الثقافات، مش مفرقة بين أعجمي عربي. الحمد لله يا ربي، وإن شاء الله نبو ليبيا أفضل منك وأفضل يا ربي إن شاء الله، وبارك الله فيكم وسلمتوا ديما طيبين إن شاء الله. جينا الاحتفال الكرنفال احتفال بالهجن وبالطيور
لكن احتفال تفاقم بحضور من جميع اقطار ليبيا، من اقصى الغرب لاقصى الجنوب. جينا ارواحنا مع ناس كنا نعرفهم لنا سنين على التواصل الاجتماعي، لكن الكرنفال كان محدود في طيور وفي ابل، لكن تفاقم في حضور هالوجوه الطيبه. كنا متوقعين النتائج ان نحط رقم قياسي مثلا في سباق الطيور او في سباق المادي، يعني رقم مادي، لكن تفاجأنا بان كان الفوز الاول والاخير هو اللي حاضر، هو اللي شارك في الكرنفال، هذا هو اللي فاز الاول. لكن الموضوع المادي كلها هذا شيء نجيب نحسبه في الاخر. الحمد لله رب العالمين على التجمع على الوجوه الطيبه من الدوائر الامنيه من جميع اقطار ليبيا، من الشرق للغرب للجنوب، صياده عروضات على التراث الليبي، عرض جميعا على الارث الليبي، ورانا الناس الطبع الليبي واش فيه يعني من امكانيات يعني يربط بين الماضي والحاضر. يعني الناس قاعدين هم ناس كبار في مناطقهم، وكلهم كما يقولون نحن في الباكراز يعني هم بصولات وجلات في العموديه وفي رتب، كلهم جو بناوا مخيمات يعني يثبت الباديه الليبيه ايش كانت. يعني فيه اللي توا ممكن من جنوب من الغرب من الشرق ساكن في قصور في فيلل، لكن جاء عشان يحيي هالكرنفال الليبي، نصب خيمه من خيام متواضعه لاجدادنا، والحمد لله رب العالمين فزنا كلنا بهالكرنفال بالفوز الاول.